كيفكن؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر، واليوم بهالفيديو رح نلعب لعبة هاي هيلز، اللي هي طبعا هي اللعبة يعني ليه انا لعبتها هلا؟ لانه اختي دانا لعبتها، وكمان في كتير منكم طلبوا مني اني العبها، يعني لما هي لعبتها قالوا لانه اسراء جيمر كمان تلعبها، فيب مع انه دانا اختي لعبتها فانا ليه لا كمان ما اجربها. طبعا هلا قبل ما نبلش هذا الفيديو لا تنسوا انكم تشتركوا تحت بالقناة، وحطوا كمان لايك مشان انكم تشجعوني انزل فيديوهات اكثر. وهلا طبعا خلي انه نبلش. اوكي طبعا هلا فوق في ليفل 1، فهلا طبعا خلي انه نلعب يعني هذا السباق. اوكي طبعا هذه اللعبه فيها انه يعني الكعب العالي، يعني انه امراه بتكون عندها كعب كتير صغير، واحنا بنتمشى وبنلاقي كتير من كأنه القطع تبع الكعب. get 25 جيمز، كأنه عم نضغط. ماني فاهمك جايز، شي كأنه اللعبة علقت. اوكي هلا طبعا كمان ليفل تاني. اوكي يعني بنجمع جايز كأنه الكعب لازم يصير كتير عالي، ومش لازم انه نسقط يعني. على فكرة موسيقى اللعبة طرب. خلي كمان نمشي بالكعب، ليكو في الأول كيف يكون الكعب، بعدين كيف بصير. ووهو يلا كمان. فهمت، يعني لازم انه يزيد بالليفل مشان اني ازيد يعني المكان، لازم نوصل للمكان اللي اوب 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 كنت رح اصوت. اي ووهو عم تقول جايز صوت بتسوي ووهو. اوكي يلا 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 ووهو. كثير بتضحك على فكرة. نجمع جواهر كمان. دن 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 دن. يس جايز وصلت. ليكو جايز وين وصلت؟ واو تمام. يس هلا طبعا احنا بالليفل 5، فخلي كمان جايز نلعب. اكيد جايز بنقدر انه نغير شكل لانه ما عجبني شعرها وملابسها كذا، يعني حبيت غير البشرة والملابس والكعب، بدي كولر تاني، فأكيد بدي يكون مكان. أوب 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 أو ماي جاد صادت. أوكي يلا. ما بدي أصوت ما بدي أصوت. تمام تمام يلا يلا. أوكي هون جايز لازم توازن. الحمد لله كنت جايز بس اوب يما. سقطت. اوكي عادي يلا عادي خلص جايز. بنشوف هون في مكان اسمه مودلز، في كيوت ستار كوين. صراحة حابة اني اغير كذا ملابس بس ما بعرف كيف. ما بقدر، شكرا ما بقدر. خلينا نشوف كمان الشوب. شوفوا جايز نقدر نتمشى بحذاء الكليوباترا. اوه بتضحك. يلا شوف كمان السيتنز ايش في. اوكي نخلي الساوند بس الميوزك نشيله. في عربي؟ لا ليه ليه ما في عربي؟ اوه في عربي. اوه خليناها عربي. شفتوا؟ اوكي هلا اوب كنت راح اسقط. يلا توازن جوهري. هون توازن. اب 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 يلا الحمد لله. اوكي ووهو. يلا 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 اب 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 اب. اوه ما وصلت. اعطوني هاي. او ماي جاد ما اخذته. ليه ما اعطوني اياه؟ في هون حذاء. اوه اعطوني حذاء فيه كولرز. واو كتير بيجنن حلو صح؟ اوكي هلا طبعا اوب 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 اوب
لازم يصير اوب شوفوا جايز الكعب تبعي كيف صار عالي والبنت لساتها ما سقطت. وين انا وين؟ اوكي اعطوني هذا، انتوا تبدو رائع عليك. I don't care about this مدري ايش اسمه. اوكي جايز انا ما بعرف وين المنطق، اين المنطق انا لا اراه، اين المنطق؟ لانه كيف انه كعبه كتير كتير عالي سبحان الله ما سقطت وبتقدر تتمشى وعالي كتير كتير كتير، اين المنطق اين المنطق اين المنطق وين بالله؟ اوب يلا 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 اوكي 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 تمام يلا اب 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 يلا 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 جواهر هون كمان هدول. طبعا انا وربي شوفوا جايز كيف صار الكعب تبعي كتير عالي، واو وهو ان شاء الله اب ان شاء الله اب. كان بدي اقول انه ان شاء الله ما يعني ما يلا هلا طبعا جايز خلي كمان ما بدي اسقط ما بدي اسقط ما بدي اسقط ما بدي اني اسقط. اوكي هون كمان بدنا ناخذ دول الكعب، توازن توازن تمام. اوكي جوهري هون كمان، جوهري 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 اوهو ايش هاد. اوكي خلي طبعا هلا انه جايز هلا طبعا رح خلي هيك ما رح امسك ابدا لحتى نشوف وين رح توصل هي لوحدها. اوكي اوه وصلنا لهون واه جايز عم بسمع تصفيقات الناس قاعدين مبسوطين فيي شفتوا؟ فخر فخر. يلا يلا تمام 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 يلا 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 اوكي مرر للرجل يعني سويب تو رن. اوكي ناخذ كمان جوهري وهذا. صراحة احس التطبيق بالعربي يعني كتير كتير كأنه ما بعرف كيف بدي اقول بس فهمتوا قصدي او لا يعني انه سهل وغريب. اخذنا مفتاح، شو بيقدر يعطينا هذا المفتاح؟ على فكرة لقيت كتير العاب تشبه هادي. اعطوني ولد، لا 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 مش هيك مش هيك، لا ما بدي هيك ولد، لا انا بدي بنت. تمام جايز في العاب مثلا كهير تشالنج، في كتير هيك العاب بتلاقوه بالبلاي ستور. لما ببحث على هاي هيلز بتطلع لي كتير العاب تشبهها تحت، فانتوا قولوا لي اذا عجبتكم هذا النوع من هدول الفيديوهات وان شاء الله العب كمان العاب زيها يعني. او اح شفتوا كيف سقطت؟ اوكي هالمرحلة كتير صعبة فلازم تركيز. تمام اي صوت اي اوكي يلا كمان ناخذ 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 نجمع يعني نجمع كعوب او كعب يعني كيف بدي اقول كذا 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 اب 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 مريت من هذيك المرحله الصعبه ياي ما في هون مراحل كثير صعبه. او ماي جاد بيصير الكعب تبعي كثير عالي اوب اوب صوت اوهو. اوكي لا لازمني تركيز لحتى اوصل. اوكي يلا خلينا نشوف جايز كيف بوم 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 بيسفوا واو. اوكي اعطوني طبعا بهاي المرحله 60 جوهر يعني اوب كيف سقطت. اوكي مرر للرجلي يعني سويب تو رن يلا يلا كمان نجري. اوه في كعب كثير ما ركزت. اوكي لازم نتوازن كتير جدا يعني كتير حلو. اوب اوب شوي 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 حصلت على كعب كتير هادي جنان بالضبط. يلا في مفتاح، اكتبوا لي تحت بالتعليقات شو هدول المفاتيح شو بنقدر نسوي فيهم. شوفوا كيف عم يمشي واو شوفوا جايز الحداء تمام. هلا
جايز شو بدنا نسوي؟ رح اخلي هيك الموبايل واغمض عيوني، بعدين رح افتحها ونشوف وين وصلنا. اوكي اوكي انا هنا مغمضة عيوني، افتحها. خسرت. ايش صار؟ كيف خسرت؟ دقيقة هلا جايز رح نمشي، رح نمر من هاي المرحلة، بعدين بغمض عيوني وبنشوف احنا وين رح نوصل لحتى هذا. فهذه المرحلة رح نختم الفيديو، اوكي؟ رح نجمع هدول، هلا رح اغمض عيوني ونشوف وين رح نوصل. تمام. امتى افتحها؟ امتى؟ دقيقة. افتح عيوني هلا ونشوف اللعبة. اوه ربي جايز ربحت! ربحت ولكن بس 9 جواهر، ربحت جايز بدون ما العب. كثير حلوة على فكرة اللعبة وربي، ممتعة ممتعة. ووهو يلا كمان اب 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 اب. في جايز كثير مراحل وبتقدروا انكم تتطورون بهاي اللعبة. سقطت. يعني كثير ممتعة هاي اللعبة، بتقدروا انكم تتطورون فيها، يعني زي هيك انه في مراحل جديدة واشياء. فا يب كمان نقدر انه يعني في مراحل جديدة وجواهر ومفاتيح. هذا المفتاح الثالث، ما بعرف شو رح يعطوني بهدول المفاتيح، بدنا نشوف شو رح يعطونا فيهم، يعني بيهم هن. اوكي ناخذ جواهر، نجمع نجمع نجمع. ما بدي اسقط. اوب تمام تمام. اوبلا اوبلا اوبلا. دم 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 دم. جايز تخيل اذا شوفوا كيف سقطت جايز، راسي وشي يعني سقط فوق الشوك. لك شو هاد؟ بالله في هون منطق بافي. طبعا حبايبي نسيت اني اسجل خاتمة هاي بالوشي، فلهيك هيك عم سجلكم اياها بس. وطبعا بتمنى عجبكم هذا الفيديو، قولوا لي اذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات مشان اني اسوي لكم العاب تشبهها اكثر. بس لا تنسوا اشتركوا بقناتي، وبحبكم كثير كثير كثير، وباي.